السلام عليكم اخوات، مرحبا بكم معايا. اليوم غندير واحد التحليه اللي هي رائعه. عندي لتر من الحليب، عندي 3 معالق من السكر، عندي دانون نكهه الفاني، الياغوت، عندي جوج ديال خميره فاني ديال الفاني، عندي 4 معالق كبار مايزينا. بسم الله ناخذ لتر من الحليب. نخلي الحليب ديالي يدفى شويه، ندير 4 معالق مايزينا، كنزيد عليهم السكر سنيدا. يبدأ في الغليان، مخصكش تحسي عليه. التحلية ديالي بدات تعقب مع بعضها، هي كتغلي، مخصكش تحيد يدك منها، إلا حتي يدك كتحس بقلق. تاع حيت عم البوطه عاقده، نزيد عليها جوج كيسين الفاني، التحليه ديالي نعمرها في الكؤوس. ندخلها الثلاجة شوية تبرد ونزينها. بعد ما بردت التحلية ديالي شوية، خلطت الثلاجة شي 5 دقائق، غادي نزينها وردها للثلاجة ما بين 3 السوايع و 3 السوايع ونص. عندي التزيين، عندي الفريز، عندي القرقع واللوز. بعد ما طلت 3 السوايع خرجت التحلية ديالي، كتجي رائعة.
الصحه والراحه مشاهدين الاعزاء. رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه والرزق، ويجعل علينا ربي هذا الوباء يا رب.